بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. ما زلنا معاكم بنعيش أجواء المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة واللي اختتمت فعالياته بالأمس. المؤتمر زي ما تابعنا كان على مدار يوم واحد وكانت جلسات مكثفة وحوارات نقاشية هامة تناولت العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة واللي بتهم طبعا الشباب في المقام الأول. كانت طبعا أهم هذه النقاشات أو الجلسات الحوارية كان في جلستين، منهم ما يتعلق بتأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وكذلك تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا. وكالمعتاد كان في جلسة اسأل الرئيس اللي أصبحت منصة تفاعلية مهمة جدا بيجيب فيها الرئيس بكل صدق وموضوعية على أسئلة واستفسارات الشباب. هنتكلم في هذا الحوار تحديدا عن إزاي ممكن ننمي الوعي لدى الشباب، الوعي الوطني بأهمية الحفاظ على الوطن وتنميته وتطويره في مقابل أدوات أخرى للوعي الزائف بتهدف في المقام الأول لهدم الدولة أو هدم المجتمعات. يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الدكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع وخبير شؤون الحماية الاجتماعية. أهلا بك دكتور يحيى. أهلا وسهلا. اسمح لنا قبل ما نبتدي حوارنا مع حضرتك بشيء من التفصيل، نخرج لتقرير نعرف فيه أهم كده الفعاليات اللي تمت في المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة، ثم نعود مشاهدينا نفتح الحوار بشكل مفصل، فابقوا معنا. إيمانا من القيادة السياسية بأهمية محاربة الوعي الزائف ونشر الأكاذيب وتأثير ذلك على الدولة، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات بعنوان تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع. وخلال مداخلة له أكد الرئيس أن الجيش المصري قوي وصلابته نابعة من شرفه، مضيفا أن الأخبار المضللة لن تنال منه أو تؤثر عليه بالسلب. ده جيش مصر اللي هو برضو هو مركز الثقة للحقيقي، مش في مصر بس، في المنطقة كلها. كما أوضح الرئيس أن الشائعات هدفها تحطيم إرادة المصريين، مؤكدا أن ما يثار عن مخالفات الجيش في المشروعات القومية كذب وافتراء. وأكد الرئيس أن التنظيمات الخارجية تسعى إلى تدمير العلاقة بين الرئيس والشعب. من أول ما توليت الأمر والكلام ده بيحصل، لكن أنا اللي يهمني أن أنتم يعني تبقوا مطمئنين ومتأكدين، وربنا ما يغيرناش إلا للطيب، نتغير للأحسن يعني. وما تقلقوش ما تقلقوش، ما بنسمحش أبدا في مؤسسات الدولة كلها أن يكون في حد مش كويس ونستمر معنا. وبالمناسبة ممكن يبقى في حد مش كويس وده أمر طبيعي، لكن اللي مش طبيعي أن احنا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه. تناول حروب الجيل الرابع ضمن محاور المؤتمر يرجع لأنها مرتبطة بشكل كبير بالأمن القومي، حيث تستهدف قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية والخارجية، وهذه القدرة هي أحد أهم ركائز الأمن القومي، ويجب إلقاء الضوء على كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أبرز أدوات نشر الشائعات والأكاذيب داخل المجتمعات بهدف تضخيم الأخطاء وتسطيح الإنجازات ونشر ثقافة التشكيك في قدرة الدولة. الوعي الحقيقي لدى المجتمع والشباب في مواجهة الوعي الزائف وحروب أيضا الجيل الرابع كانت برسالة من ضمن رسائل أخرى هامة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة. نجدد الترحيب بدكتور يحيى هاشم أستاذ علم الاجتماع وخبير شؤون الحماية الاجتماعية. دكتور يحيى، أبرز ما استوقفك من رسائل وجهها الرئيس بالأمس خلال المؤتمر الوطني للشباب؟ والله في الحقيقة امبارح كلمات السيد الرئيس في المؤتمر كانت كلمات تحمل العديد من الرسائل. صحيح. وتحمل استراتيجية عمل كبيرة جدا ومسؤوليات على عاتقنا كمواطنين
كأجهزة في الدولة من أجل التصدي لهذا التوجه الخارجي اللي بيحاول يزيف الواقع ويحاول يشوه دايما الإنجاز اللي احنا بنعمله ويحاول يعمل على هذا الثقة في مؤسسات الدولة. وبالتالي الرئيس ركز على نقاط كثيرة جدا. طبعا النقطة اللي بارزة والكبيرة جدا في الحوار هي أنه الجيش المصري هو جيش قوي وطني صلب شريف. شريف صحيح. طبعا احنا بنقدم كل التحية لقواتنا المسلحة. طبعا جيشنا ده لا يمكن بأي حال من الأحوال ان اي حد يهز ثقتنا فيه، لان هو المعادلة اللي في مجتمعنا المصري اللي بتتعبهم قوي ان احنا جيش الشعب وشعب الجيش، لانه احنا حاجة واحدة، لا يمكن الفصل ما بين يعني الجيش المصري والشعب المصري هم الاثنين واحد. بالزبط. ده من ده ولادنا وده اخواتنا وده قرايبنا وده احنا الاثنين واحد. وبالتالي المعادلة دي معادلة صعب اختراقها جدا، معادلة بتخلي انه الجيش داعم للشعب والشعب داعم للجيش. وبالتالي احنا لازم نؤكد على هذه الرسالة اللي سيادة الرئيس قالها، وان احنا نخلي ثقتنا في مؤسساتنا وفي الدولة بتاعتنا كبيرة. لازم احنا نتريث في ان احنا اي حاجة نسمعها او اي خبر نتلقاه ما نبقاش عندنا سرعة الانجراف والاندفاع وراء، لانه مش شرط كل اللي بيتبث لينا عبر وسائل التواصل والوسائل الالكترونيه المختلفه انه يكون حقيقي. صحيح. او حقيقي قد يحمل جزء من الحقيقه ويحمل بقى باقي التزييف، لانه هو الهدف زي ما الرئيس ركز امبارح وقال هو انه علاقه الرئيس بالشعب وعلاقه الشعب بالرئيس بنيت على الثقه. وبالتالي الرئيس عامل تحليل رباعي لعناصر قوه علاقته بالشعب وهي الثقه. بالتأكيد. فبالتالي أي أعداء للوطن عشان يتحركوا على البلد دي لازم يتحركوا على أكبر عنصر قوة في هذه العلاقة. وبالتالي إحنا لازم إحنا كشعب عندنا رؤية واستيعاب للأمور، وإن إحنا ثقتنا في رئيسنا وبلدنا كبيرة جدا، وإن إحنا نتريث كلما تلقينا أي معلومة لازم نبحث وراها، لازم نعرف المعلومة دي مصدرها إيه، لازم يبقى عندنا القدرة على التمييز بين المعلومة اللي ممكن يبقى شكلها مخلوط والمعلومة اللي ممكن تبقى صحيحة صادرة من أجهزة الدولة الرسمية. أيضا الرئيس أشار إلى ضرورة أن يكون للإعلام دور قوي وبارز وفاعل، وخاصة من وجهة نظري طبعا مسبيرو التلفزيون المصري، الإعلام المصري الوطني، لأن مسبيرو أنا بشوفه في هذا الأمر. إيه المطلوب من الإعلام تحديدا دكتور يحيى في هذه الفترة المهمة برضو من عمر الوطن، الإعلام الوطني المسؤول؟ بص حضرتك، الإعلام الوطني المسؤول ده هو بمثابة المصباح الذي يضيء الظلام للشعب. صحيح. أنا كمواطن عايز أتحقق من معلومة النهاردة عشان أبقى أخذ المعلومة من مصدر سليم واخد المعلومة موثوق فيها، أخدها منين؟ طبيعي لازم من التلفزيون المصري الوطني بتاع الدولة عشان أقدر أخد معلومة سليمة. طب صحيح. التلفزيون المفروض يعمل إيه؟ طبعا لازم يكثف من التوعية والتثقيف للمواطنين بالعديد والعديد من اللقاءات اللي بتعرف المواطن الأول أنه وسائل التواصل دي هي إيه؟ ايه الابعاد الخطيره اللي انت ممكن تقع فيها من غير ما تقصد حتى، يعني انت بوطني وبتحب بلدك ومخلص وكل حاجه، بس ممكن تنجرف او تقع في طريقه ما. طبعا لان الطرف الاخر اكثر احترافيه في تشغيلها. صحيح. فانت هتبقى بتمثل ضرر مش نفع. لازم الاعلام يبقى دايما ينشر الحقيقه بسرعه، يوضحها بشكل كامل، يوضح للناس كل الإيجابيات اللي في الأمور اللي بتتم في الدولة، لأن بلدنا بيتم فيها فعلا إنجاز كبير وحقيقي. صحيح احنا لسه محتاجين المزيد والمزيد من الإنجاز، صحيح مشاكل الناس في أي بلد في الدنيا مش هتخلص، ولكن في فرق بين أنه تبقى الدولة بتبني وتنمي وتتقدم وتتحرك لقدام. ده اللي بيخلي الشعب يبقى دايما واقف في ظهر القيادة بتاعته وفي ظهر القوات المسلحة وشرطته، فإنه هو عايز يبني بلده، عايز يحقق بها مستقبل أفضل لهذا الوطن. الإعلام حضرتك وسيلة النهاردة بتدخل كل بيت. طبعا. بلاش نقول أنه كل المواطنين يقدروا يتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة. بس هم أكيد الشباب وهم برضو الفئة الأكبر من المجتمع، بالنسبة لهم التواصل مع هذه الوسائل أسرع هو مع الفئات العمرية المختلفة بتختلف في طريقة الأداة اللي بتوصل لهم بها الرسالة. صح. وبيتلقى منها المعلومة. صح. ولكن لا يزال التلفزيون المصري والإعلام المصري هو طبعا الشاشة دي هي اللي بتدخل موجودة في كل بيت، من حلايب وشلاتين لرفح للسلوم. هي صحيح. دي الشاشة الرئيسية بتاعتنا. طبعا بالإضافة إلى وسائل التواصل الحديثة اللي كل الشباب والأجيال الجديدة بتتعامل معاها.
لازم يبقى عندنا دايما التثقيف والتوعية لشبابنا وولادنا، ونعرفهم انه ما تستهترش باي معلومة او خطوة انت بتعملها على هذه الوسائل، لانه الاجهزة الخارجية اللي برة مهما كانت المعلومة اللي انت بتحطها بسيطة، مهما كانت الاجراء اللي انت بتعمله سواء بتعمل لايك او شير او كده، انت فاكر ان ده موضوع عادي. لا، الموضوع ده بيتاخد بيتحلل بيطلع منه بيانات كتير جدا، منها انه مثلا الاتجاهات في الاعمار الفلانية مع كذا ضد كذا، مستوى دخلهم وحياتهم كذا، بيعانوا من كذا، فانت بتصدر لهم معلومات جاهزة. جاهزة. طيب هما بياخدوا المعلومات دي ويبدأوا يعملوا لنا خبر أو شائعة، جزء من الحقيقة والباقي مغلوط، عشان نبدأ إحنا نجري وراه ويهزوا ثقتنا في إنجازات بلدنا. طيب ما إحنا على فكرة بنلعب دور في إن إحنا بنعمل لايك وبنعمل شير، وبنفضل نعمل فيو ونتفرج على الحاجات، واحنا عارفين، ما هو دي بقى حسن النيه، يعني احنا عارفين ان ده غلط، يعني احنا عارفين في قرارات نفسنا انه ممكن ما يبقاش صحيح 100%، بس مع ذلك التداول بيساعد على الانتشار. على فكره احنا كده ما حاربناهمش بنفس طريقته، احنا كده خدنا الطعم ونجحناهم. طب ازاي بقى ممكن نحاربهم بقى بنفس طريقتهم؟ ازاي بنفس طريقتهم؟ هم ادونا الطعم ان هم عملوا الخبر الزائف، عملوا الفيديو الزائف، بس في اي ماده هم عايزين يبثوها. طيب هم بس السلبي، احنا لازم نواجهه بالايجابي. يعني اذا هم بالمعلومه او الحقيقه، يعني طبعا احنا لازم، هو احنا يعني الحاجات الحلوه في بلدنا خلصت ان احنا نشيرها ونعمل لها فيديوهات ونتكلم عنها؟ يا سيدي اذا كنت انت يعني من اللي بيسموهم المؤثرين على اليوتيوب او اللي ليهم فولورز كتير وعايز تطلع وتتكلم، طب ما تشوف حاجه كويسه في بلدك تتكلم عنها، ما تشوف حاجه كويسه في بلدك تساعد على ان بلدك دي السياحه ترجع لها تاني، يعني نقدم النماذج او التجارب الكويسه. طبعا لازم احنا نواجه بنفس الآلية وبنفس الطريقة، نواجه أعدائنا بنفس الطريقة عشان نؤثر فيهم، لأن صحيح. ده هيطلع عنده في تحليل البيانات اللي هو معتمد عليه، هيلاقي نفسه الخريطة قدامه اتغيرت. لأنه هيلاقي قدامه لما يجي يحلل البيانات ومش هيلاقي انتشار كبير للشائعة اللي هو أصدرها. طب. أو أطلقها. مشكلة الشائعة دي بقى حضرتك إنه إحنا لازم نبقى متفقين على إنه ثقافتنا المختلفة في المجتمع وتعليمنا وقدرتنا على الاستيعاب مختلفة. طبعا في عندنا ناس بسطاء جدا، ناس تعليمها على قدها، ناس في أماكن الحياة فيها بسيطة، غير الناس الأخرى اللي خدت قسط من التعليم والمعرفة والوعي، دول يقدروا يفلتروا الأمر بسهولة. مشكلة الشائعة بقى لما بتوصل للبسطاء، عارف حضرتك هو عامل زي السفنجة الخام اللي بتمتص الخبر على طول وتثبت فيه. وطبعا ده بيؤثر على إنه روحه المعنوية بتنخفض، دافعيته للإنجاز ما بتبقاش موجودة، ثقته في بلده بتبقى مهزوزة. صحيح. قدرته، احنا عايزين نعمل، احنا بننمي بلدنا ازاي؟ احنا بنعمل حياة كريمة عشان يبقى في تنمية بالمشاركة بين الشعب وبين الحكومة وبين المجتمع البلدي، بننمي الشعور بالانتماء كمان للمواطن ده ناحية المجتمع والبلد والوطن. طبعا شعوره لما هيزيد عنده شعور الانتماء والولاء وحب الوطن هيساعدني في التنمية بالمشاركة ان انمي بلدي. طبعا صحيح. ما هو بطبيعة الحال الحكومة واجهزتها ما هي مش ممكن اضغط كل يعني تبقى موجودة في كل المساحة دي في كل الاماكن، احنا جزء كبير من الموضوع. لازم نتعاون مع الدولة بتاعتنا، نتعاون مع الحكومة بتاعتنا عشان نقدر نبني، نحس ان احنا فاعلين ومؤثرين. طبعا هو اللي بيشتغل علينا من بره لازم احنا فاهمين كده كويس، هدفه هو ان هو دايما يورينا الجانب او جزء الفاضي من الكوباية. من الكوباية. لا. احنا عندنا انجاز كبير في بلدنا حقيقي بيتم. احنا برضو بنعترف ان لازال عندنا حاجات كتير محتاجين نحسنها في بلدنا. طبعا. وده طبيعي. ده طبيعي في كل بلد في الدنيا. نحسن. صح. طبعا. ده مش نهاية الدنيا. في الوضع الاقتصادي ممكن يبقى في مشكلة معانا كلنا. وماله، مرحلة انتقالية عشان بنطور بلدنا وبنحسنها وبنقويها وبنطلعها من المأزق الكبير اللي سيادة الرئيس اشار عليه امبارح. وقال ان احنا بالتحديد كده دفعنا الثمن وبندفع وهندفع. انجرفنا الشديد دون وعي وراء اي شائعه بتجينا من الخارج، هو ده الرد، ان احنا بندفع عليها الثمن، يعني دفعناه وبندفعه وهنستمر في دفعه، فاحنا بنبقى جزء كبير من المشكله. قد نتورط في المشكله بحسن نيه، بس احنا عايزين ده بقى الدور، انه البرامج والاعلام واللقاءات توضح للناس انه خلي عندكم نوع من التعقل في الامر، خلي عندكم نوع من الموازنه والمواءمه بين اللي بتسمعه وبين اللي بتشوفه. صحيح. خلي بالك ان عندك في بلدك
زي ما الرئيس أشار امبارح في الرسالة أيضا إلى القوات المسلحة والشرطة. وإن أي حد في الدنيا عايز يخش أي بلد أو يخش مصر لازم يهد الكتفين دول الأول. يضربهم في الصميم. يبقى أنت كمواطن عندك وعي النهاردة لما تسمع رئيس الجمهورية بيديك هذه الرسالة دورك إيه؟ لا لازم أحافظ على الدرعين والكتفين بتوعي دول. لازم. لأنه أنا يعني الأمور كلها مرتبطة ببعضها. صحيح. عايزين نحافظ على بلدنا، نبني بلدنا، دايما يبقى عندنا التوجه الإيجابي للناس. دايما نطرح على الناس الرؤية الإيجابية. دايما نطرح على الناس الإنجاز ونفسر لهم بس ده هيفيدهم في إيه. لأن إحنا أحيانا بيبقى عندنا إنجازات كتير جدا بتبث في الإعلام على إنها بس إنجاز. يمكن يكون بس المواطن مش عارف مردودها المباشر عليه إيه، فده شيء مهم ودي نقطة مهمة نبتدي. إن إحنا مع كل صحيح. إنجاز بننشره لازم نقول للمواطن والله الإنجاز ده هينفعك في واحد صحيح. اثنين ثلاثة أربعة هيفيد حياتك. لا ممكن ما يخدمكش انت بس يخدم ولادك قدام بس الأجيال القادمة أكيد. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور يحيى هاشم أستاذ علم الاجتماع وخبير شؤون الحماية الاجتماعية، شكرا جزيلا يا دكتور على هذا الحوار. الله شكرا. نشكركم أيضا مشاهدين الكرام ونلقاكم غدا إن شاء الله بفريق عمل جديد في هذا الصباح. إلى اللقاء.